أتمنى أن هذا الفيديو ينال إعجابكم، فلا تنسونا بأحلات عليك، إن تعاليقكم تزداد لنا شجاعة للاستمرار بأحلى فيديوهات خاصة في الخياطة التقليدية للنساء أو الصناعة اليدوية بما فيها الإطارات والمجسمات، كذلك إلى ابتكارات واختراعات. فمشاهدينا أترككم مع اللمسة الأخيرة.
وإلى هنا أحبائي في الله أشكركم على المشاهدة، فلا تنسونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا. في أمان الله.